ما حكم الثوب الصلاة في الثوب الذي أصابه لعاب الكلب؟ أيوة يا شيخ. يغسل مكان اللعاب أو تخصص ثوبا للصلاة؟ بيكون مشقة يا شيخ. خصص ثوبا للصلاة. أوقات يكون مشقة يا شيخ عشان في أوقات العمل. والله لو الأمر شديد عليك جدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني مثلا مكان اللعاب الكلب يجوز. أنا ما قلت كده، أنت الذي تكيف الجواب براحتك. أنا قلت لا لك، شيخ، لا ما أنت ت... أنت أنا ج... الملابس أثناء الشوي بيكون فيها أنا مشقة. أقول لك خصص ثوبا طاهرا للصلاة لقوله تعالى وثيابك فطهر. عجزت عن تخصيص ثوب للصلاة اغسل مكان اللعاب. عجزت عن هذا وذاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا الجواب. شكرا يا شيخ. الله يكرمك.